ورحمة الله وبركاته. طبعاً زي ما قلنا هنبدأ النهاردة أول تمرين من تمارين تقوية الرجل بالذات في وضعيات الوينج تشون. تمام، هنفتح رجلنا الوضعية العادية بتاعة الجي كيمينج ما. تمام أهو بالشكل ده كده، وهننزل بركبتنا الاتنين كده، واحد اتنين تلاتة أربعة. طبعاً التمرين دوت بيقوي لك ركبتك وبيخلي قوة التحمل عندك والثبات في الوقفة قوي جدا، وبيخليك كمان تستنبض، لان انت لما بتيجي تضرب اي حاجة في الوينج تشون بتستمد قوتك من الارض، يعني بكل القوة بتاعتك بتكون من الارض، اي دفعة اي ركلة اي حاجة من قوة ثباتك في الارض هي اللي بتديك القوة في الوينج تشون. تمام، تاني واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. تمام، ده كان أول تدريب في تقوية الرجل. طبعا أنت مش لازم تعمل عشرة بالظبط، ممكن تزود تكمل، لكن أنا بوريك شكل التمرين وإزاي بتستخدمه. هو عبارة عن الوقفة اللي احنا تعودنا عليها مع نزولك بركبتك وتطلع نزول وطلوع عشان تقوية الرجلين. تمام، تاني تدريب هنقف برضو نفس الوقفة، نفس الوقفة بالشكل ده كده، بس هتنقل رجل من رجلك اهو، هتنقل دي على وش الرجل كده واللي ورا هتكون محمل عليها. طبعا دي بتساعدك بعد كده في الثبات اثناء عمل ركلات الوينج تشون. تمام، يعني معناها ان انت لو محمل على الرجل دي كده والتانية مثلا اتمسكت او بتضرب اي ركلة من ركلات الوينج تشون مش هتفقد التوازن هنا، لان كل حملك هنا. تمام، لازم تاخد بالك من توزيع الوزن. تمام، اهو اهو، يعني دي لو متشاله كده وبتضرب اي ضربه وينج تشون وشغال ركلات وركمات رجلك دي شايله الحمل كله. تمام، اهو، وتنقل الناحيه التانيه بنفس الكلام اهو. لو شلت دي كده وقعدت تتمرن بيها اهي الحمل كله برضو هنا، يبقى انت نقلت الوزن من هنا لهنا، يعني النقله دي مهمه جدا وبتقوي لك رجلك، بتخليك تضغط على رجلك على يعني الحمل كله بيبقى على رجل واحده. تمام، اهو لو شلت رجلك بالشكل ده كده مش هتفقد التوازن، ولو ضربت اي ضربه او اي حركه كل حملك على الجزئيه دي اهو. تمام، ده كان تاني تدريب من تدريبات الوينج تشون في الثبات وقوه الاقدام. تمام، تالت تمرين دلوقتي هو الخطوات، يعني واقف بالشكل ده كده، واقف بالشكل ده وهتقوم راجع نفس الوضعية التانية اهو بالشكل ده كده، وهتقوم اخد الخطوات اهو بالشكل ده كده، وانت بتاخد الخطوة او بترجع الخطوة بتاعتك بتكون كل واحدة وشها لبره مش لجوه كده، لا لبره بالشكل ده كده، وانت بتاخد الخطوة التانية بتيجي وراها قبلها بشوية كده وتقوم ساحب واخد الخطوة تاني، ونفس الكلام وانت بترجع، وما بيكونوش على استقامة واحدة، يعني الاتنين مش ورا بعض كده، لا دي هنا ودي هنا عشان تعرف تنقل وزنك عليهم. تمام، اهو بالشكل ده كده، وانت بتلف برضو نفس الكلام، تمام. ده كان تالت تدريب برضو اللي هو التحرك بالرجل مثلا قدام، لو انت حاطط اليمين قدام وعايز تتحرك بعد كده تبدل، دي نقلة الرجل للرجل مع اخذ الخطوات. التمرين اللي جاي نقل رجل ورجل، يعني هتتحرك واحدة يمين وواحدة شمال، نفس الكلام كنت واقف بالشكل ده كده، هتقوم ناقل رجلك التانية داخل بزاوية كده جنب رجلك دي كده بالشكل ده، وتقوم طالع قدام كده، يعني تاخدها في حركة نص دائرية، يعني مش هتنقل كده وخلاص، لا هتنقل ازاي اهو بالشكل ده كده اهو. شفت خدت ازاي؟ خدت دوران من هنا نص دايرة مش دايرة كاملة، واقف كده اهو نفس الكلام
تمام. وانت بترجع برضو بتلف نفس الكلام، تاخد الخطوة اهو، شايف رجلك بتيجي ازاي، بتعدي من جنب دي كده وتقوم اخد الخطوة قدام اهو، تمام. ده كان رابع تمرين في التحركات الخاصة بالوينج تشون، تمام. التمرين اللي جاي نقلات الايد، يعني انت واقف بالشكل ده كده اهو، واقف في الوضعية دي، ودلوقتي اتخدت اربع حاجات لنقلات الرجل وتقويتها. طبعا لسه في اكتر من كده، بس اللي جاي هيكون ليه علاقة بركلات الوينج تشون، فدلوقتي هنأجلها عشان لسه ما خدناش الركلات، تمام. اول ما نوصل لها هنقوم عطيينكم التدريبات بتاعتها. انت دلوقتي عايز نقلات للايد زي ما خدت نقلات الرجل. دلوقتي هتعمل حركة بوستك وانت بتنقل، يعني انت واقف كده خدت حركة جانبية يمين بالشكل ده كده، واقف بالشكل ده، عايز تحول هتقوم عامل نفس الكلام الناحية التانية كده، نقلة ايد مع حركة الوست، تمام اهو. حركة وسطك مهمة جدا في النقل، لان دي اللي بتساعدك على عمل تمارين المراوغة او حركات المراوغة، لان اي تدريب من غير ما تعمل مراوغات فيه هيكون صعب عليك، فلازم يكون فيه شوية مراوغة مع مرونة وليونة الجسم. فطبعا فن المراوغة دوت ان انت تراوغ، ممكن تراوغ الحركة من غير ما تسد، يعني انت ممكن تفوت الضربات عن طريق نقلات رجلك ومراوغة الجسم بتاعتك. فانت لو جيد في المراوغة هتكون جيد في الفنون القتالية بشكل كويس جدا، تمام. وما تنسوش تتمرنوا على التدريبات دي، الخمس حاجات اللي احنا خدناهم النهارده دول اتمرنوا عليهم باستمرار. اول اتنين بالشكل ده كده اهو، ضم الرجل، اي عدد مش مهم، دوت بيساعدك انك تكون رجليك فيها ثبات بقوه في الارض، عشان اي حاجه اي ركله او ضربه بتكون طالعه مره عن طريق رجلك وعن طريق الارض اللي انت ثابت عليها وقوه ثباتك. يعني انت لو خفيف على الارض ومش ثابت ومفيش ثبات، اي ضربه مش هيكون فيها قوه وهتبقى فيها عدم توازن وفيها ضعف، لازم تكون في ثبات. قوه ثباتك هي اللي بتخليك في حمل وقوه في ضربتك، تمام. برضو بيكملوا وانت واقف في الوضعيه دي كده، تقوم رامي حملك على رجل واحده، عشان ده هيساعدك بعد كده في اداء الركلات بتاعه الوينج تشون من غير ما تفقد التوازن بتاعك، لان انت ساعتها هتكون محتاج تثبت على واحده بس، عشان ركلاتك ممكن تضرب اكتر من ركله وانت ثابت على رجل واحده. الشكل ده كده اهو، لو رفعت رجلك دي كده وضربت اي ضربه واي ركله هتكون وزنك كله على الجزئيه دي. بعد كده تقوم ناقل وزنك على الناحيه الثانيه بالشكل ده كده، ودي برده كانها مش موجوده، يعني انت ثابت على اللي ورا، تمام. بالشكل ده كده تبقى قاعد على دي ورامي وزنك كله عليها، ده بيساعدك في تقويه رجلك بطريقه كويسه جدا. بعد كده التمرين اللي بعده، لما قلنا الخطوات دي بتساعدك ان انت تتحرك بتحركات الوينج تشون بالطريقه الصحيحه، طبعا انت مش ملزم بالوضعيه ديت، بس يعني بتساعدك ان انت ما تخشش وانت بتقاتل بوضعيه عشوائيه او مش عارف تتصرف ازاي، تمام اهو. ان انت تبقى واقف بالشكل ده كده وخدت خطوه، تقوم راجع 2 3 4، تقوم لافف 1 2 3 4. طبعا دي برضو التحرك اللي هو بالتحرك الامامي والخلفي، يعني وانت بتعكس، وممكن تعكس برضو يعني انت ترجع بظهرك، يعني انت لو قدام بالشكل ده كده ممكن ترجع كده وانت بتقاتل، ان انت اكيد برضو الهجوم رايح جاي، فانت مش محتاج ان انت تلف وتقوم راجع بظهرك، لا ممكن ترجع عادي زي ما رحت كده ترجع بظهرك برضو نفس الكلام، تمام. كده قلنا 3. الرابع اللي هو بتبدل فيه حركة رجلك ازاي، وانت واقف بالشكل ده كده اهو، تقوم داخل اخد الزاوية نص دائرية، بتخش رجلك هنا اخدة دوران وتروح بالشكل ده كده، بس ما تكونش بعيدة قوي، تمام اهو. تاني واقف بالشكل ده كده، ده طبعا تحرك مع تبديل الرجلين، لان انت ممكن تعوز تبدل من رجل للتانيه وتنقل وضعيه، فطبعا دي جزئيه مهمه جدا. الوضعيه اللي بعد كده اللي هي خامس حاجه، تبديل الايد، لو انت بتاعت المراوغه، يعني انت لو واقف بالشكل ده كده وعايز تبدل من الجزئيه دي وحملك كله يبقى جنب يمين، بعد كده تقوم ناقل، يعني تبقى في مراوغه في وسطك، لازم يكون عندك مرونه في حركه الوسط، من نقله الايد كده بالشكل ده كده والتانيه يمين شمال يمين شمال، بس ما ينفعش تنقلها كده وانت واقف، لا، فين مراوغتك للضربه، حركه الجسم،
تمام؟ فدي مهمه جدا، فلازم تركز على النقطه دي. وكده احنا خلصنا اول 5 تدريبات، وان شاء الله من اول حلقه الجايه هنخش في استخدام الوضعيات القتاليه اللي خدناها في السيوني متاعه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وفعل الجرس ولايك وشير الفيديو. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.